شركه فورتنايت حبت تنهي موسم الهالوين بالنسبه للسيزون 4 شابتر 2 بحفل جديد لجي بالفن اللي حيكون فيه غنيه جديده وحصريه ما حتنزل غير على فورتنايت اول شيء بعدين عالم كلها تسمع يعني الغنيه رح تتغنى لاول مره بعالم فورتنايت بعد منها رح تنزل على اليوتيوب والقصص هي جي بالفن ان شاء الله رح يكون معنا بعد حفل الهالوين او بعد موسم الهالوين بشكل عام وان شاء الله رح احكي لك عن السكين تبع سكيلتون او الجندي المدري شو اسمه عندهم بالعربي ان شاء الله هذا السكين رح يكون له ستايل تاني اللي ظاهر امامكم رح لكم كيف تجيبوه شلون تحصلوا لانه بعض الناس اشتروه بشكل كبير يعني مو بعض الناس كل الناس تقريبا اشترته السكين انتشر بشكل فظيع يا جماعه ان شاء الله رح علمك كيف تجيب هذا السكين التاني او ستايل التاني اللي هو رح يكون حصري لهذا السكين ولو ما جبته خلص ما تقدر تجيبه ابدا فاذا انت اول مره عندك شاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك تفعل زر الجرس تحط لايك تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك بيهمني جدا وشكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي حلمنا نوصل ل 20,000 قبل نهايه السنه بتمنى تدعموني فيها واللايك ليوصل مقطع لكل الناس وكل الدنيا حتى يعرفوا انه هذا المقطع موجود ونيمو موجود يعني فهلا والله بس كانت طابه ارضيه وفيديو جديد بالنسبه لحفل جي بالفن يا شباب مثل ما حكت شركه فورتنايت بالاعلان الرسمي تبع الهالوين اللي نزل بدايه الهالوين اخر الفيديو حطوا شيء باسم جي بالفن انه قادم معنا بحفل ما بعد الموت هيك قالوا هنن عليها بالعربي طبعا الاعلان نزلته عندي على القناه شباب هذا الاعلان اخر شيء حكوا انه الحفل ما بعد الحياه مدري ما ما بعد الحياه انا عم خبص عم ما بعد الموت ما بعد الحياه هذا الحفل ان شاء الله رح يكون لجي بالفن رح يغني فيه غنيه باسم سيش او هيك شيء ما بعرف شلون بيقولوا عليها المهم هاي الغنيه رح تتغنى لاول مره على حفل فورتنايت بعد منها ان شاء الله رح تنزل بالعالم بشكل طبيعي ورح يكون هذا المغني اللاتيني اللي ما بيعرفه جي بالفن اسمه ان شاء الله الحفل اللي حيكون يوم 1 نوفمبر يعني يوم 1/11 الساعة 4 الفجر بتوقيت الرياض هي بالنسبة للوقت 4 الفجر بتوقيت الرياض بالنسبة لمصر يمكن الساعة 3 انه في ساعة بيناتهم فان شاء الله بمصر الساعة 3 بالليل او بعد منتصف الليل يعني والساعة 4 فجرا بالنسبة للرياض هيك بالنسبة لحفل جي بالفن ورح يكون في له اعادة طبعا رح يكون له اعادة 1 نوفمبر كمان الساعة 8 المساء يعني 8 العشاء تقريبا بالنسبة ل 1 نوفمبر يعني تقريبا بعد 12 ساعة رح يكون او لا اكثر من 12 ساعة بعد 14 ساعة ورح يكون كمان له اعادة ثانية يوم 2 نوفمبر الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل كل هذا توقيت الرياض اللي احنا عم نحكي انت رح تقدر تحصل السكين كمان بنفس الموضوع هذا يعني انت لو حضرت حفل جي بالفن لو حضرته مثلا الصبح او حضرته بالليل او العصر باي وقت حضرته من الاعادة هو رح يكون في 2 اعادة ورح يكون في اللايف اللي احنا رح نحضره 4 الفجر اي حفل بتحضر من هدول الحفلات ان شاء الله رح تحصل منه الستايل الثاني الخاص بسكيلتون هذا بقى لازم نسميه احنا سكيلتون المنور احنا ان شاء الله رح ناخذ الستايل الثاني تبع سكيلتون المنور بمجرد ما انك انت تحضر اي حفل من الحفلات سواء كانت اعادة سواء كانت تبع جي بالمن هي بالنسبة لسكين سكيلتون بالنسبة للحفل الستايل الثاني متمظهر امامكم اللي حضركم مع مقطع صغير ورجع لكم هذا بالنسبة للستايل الثاني هو الستايل الثاني حلو الصراحة منور أكثر من الستايل الأول هو السكين أصلا كلياته مدري شنو هيك بتحسه جديد وغريب يعني هو السكين حلو في صراحة من تعديلات والقصص هي ومنور بالدنيا كلياته بيشوفك الناس من آخر الدنيا بتشوفك فيه لهذا السكين فهي هي بالنسبة للسكين وكيف تحصل الستايل الثاني وكيف تحصل الحفل أو بشكل عام كيف تحضر الحفل للأوقات كل شي حكيناه إن شاء الله بهذا الفيديو وطبعا لصناع المحتوى لو في بعض الشباب اللي عم تتابعني انا من صناع المحتوى على اليوتيوب بتقدر انك انت تنزل حفل من يوم 1 نوفمبر ل 6 نوفمبر بدون ما تاخذ مطالبه بحقوق النشر مشان الاغاني وهالقصص هي 6 ايام معك او 7 ايام تقريبا معك لحتى تقدر تنزل حفل على اليوتيوب بدون ما تاخذ حقوق نشر وكوبي رايت وهالقصص هي كلياتها اللي انت كل الناس بتضايق منها لو في حدا صانع محتوى حابب ينزل حفل الخاص فيه يحضره وينزله على اليوتيوب يعني مشان هيك محتوى او شيء بيقدر ينزله لمدة 7 ايام وبعد منه بيطالبوا بحقوق نشر للفيديو ولكن ما بيأثر عليك يعني لا بيأثر عليك انه بتاخذ سترايك ولا بيأثر عليك حذف فيديو ولا اي شيء ولكن لو انت كنت مفعل ارباح ما تتفعل ارباح معك بالنسبة لصناع المحتوى هيك بالنسبة لحفل جي بالفن ان شاء الله وكيف تحصل السكن وكيف تحصل الستايل عفوا بشكل عام كل شيء حكيناه بالنسبة لهذا الحفل رح اترككم مع جيم بلاي بسيط ان شاء الله كان اول يوم بالنسبة لهالوين معنا ومو فهمانين شيء وفايتين بالحيط كلياتنا شكرا لكم يا شباب على الدعم ولو حابين جيم بلاي بشكل عام يكون طبعا احلى من هذا يكون خبروني بالتعليقات مشان نصير ننزل جيم بلاي اكثر واكثر بالنسبه على القناه انا الصراحه يوميا عم بلعب ويوميا عم جيب ونات ويوميا عم جيب كلات ولقطات حلوه ولكن انا كل ما عم نزل جيم بلاي على القناه ما حدا عم يحبه وما حدا عم يدعمه ولا اي شيء يا ريت تدعموا باللايك ليوصل الفيديو لكل الناس كود دعم بالاتم شو بنوصل على زار امامكم وبرعايه الله
شو بدك تساوي؟ في ناس هون عندي. وين؟ اوه في ناس عندي انا كمان. شكلهم بدهم ينتحروا بدهم يصيروا هذا. طيب انا جاي. اوعتوا ها. واحد واقف منهم اللي تحت كان عم يزرع. كثير لون من الاثنين. معك طلق بوم؟ معك طلق بوم؟ اجوا اجوا. ايه؟ العمى. اه شو هذا اللي معه منين جايبه كله؟ مش هلا ما بعرف انت بس ما معك شيء تطير فيه مو؟ لا في عادي بقى. اذا قتلت واحد معك عادي تقتلهم. في واحد وراي، في واحد وراي. معه درام؟ ما شو معه درام انت مع مايدس؟ نايس والله. هو ما حينفع يكون سكين مايدس بالبطل بالايتم شوب، لانه هو اصلا سكين بطل بس مثل سكين شيطون، ما قدروا ينزلوه بالبطل بس ايام السيزون اكس، نزل واحد شبيه له. فهو اصلا ما يمكن يكون سكين بالايتم شوب، يمكن يكون بس بالاسيرتي، مشان هيك ضايفين على ملفات اللعبه. في هون ناس ايه؟ جبته ناس والله. آه ما فيك بس زيادة. في واحد بالبوش هون عندي يمكن انا. طاير ما بعرف. ناس 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 ناس. مدري وين مدري وين في واحد مدري وين. يا والله العظيم مو ناقص سبام اهلكم السخيفة. انا اذا وقعت عادي يعني لا لا تشوف.
دير بالك هذينك كثير هاي هذينك. هو هذا اللي من الدوي اللي قتلناه. حرب والله. وفي رفتي رفتون رفتون. ماشي هون انا ما بعرف يمكن في واحد هون ها. دير بالك. اه وفي واحد قدامي هون. تيجي على الرفت ولا كيف؟ جايك جايك على الرفت هلا. بس مش شبنا بالريفت يعني احنا هاي جراوند رح نتليزر نطير على الارض نشوف وين مكانها هجوم. هلا انا بروح. يا ربي في واحد عم سبام عم سبام من بعيد هذا دير باله او ما كانوا يقول له يا زلمه صرنا ساعه عم نلعب خمسه بالمي بالمي هو 50 شيل طارو 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 ليزر ليزر حاول وايت 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 واحد واحد دير بالك هون هات في واحد لحاله هون دير بالك احنا الهاي هات خنزير سبام Say my name, say my name. طلع بالرف طلع بالرف. طيب يطلع 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 وين انا بدي اياه يطلع. الهيم الكلب. واحد كسرت له شلده ها طلع هاي معي اجر فيه اجر فيه وان شوت في واحد وان شوت كأنه ابيض كان فاهي معك هيل مين؟ كم واحدة معاه؟ اثنتين طب ماشي ماشي مات 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 بزوني قطع عمره شنو؟ انا في واحد فوق ولا انا هيك متهيئ لا معك بالزون اه بالزون لك ضل جوست هو هو حيصير جوست ايوه خلص صار جوست طب لسه في واحد اه انا وانت اثنين في اه واحد جوست واحد جوست بس هو لا اه وينه ايوه لك شلون نازل مثل الطلقه 25 ماضي
جي جي والله.